صحابي جليل وأول من آمن من العبيد وأول من رفع الأذان في الإسلام، اتعرض لأشد أنواع العذاب من المشركين. كان من الصابرين المحتسبين ودايماً بيردد أحد أحد. اشترى الصحابي أبي بكر الصديق وأعتقه من العبودية، شارك في جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف بقوة إيمانه وزهده في الدنيا وحبه الشديد لرسول الله. أهلا بكم في ليلة جديدة مع الصحابي الجليل بلال بن رباح، من عبد لقريش إلى مؤذن رسول الله. قبل الهجرة المحمدية بحوالي 43 سنة اتولد سيدنا بلال بن رباح القرشي التيمي مولاهم رضي الله عنه في أرض مكة، وكان حبش الأصل وعبد مملوك لواحد اسمه أمية بن خلف، أمه سيدة اسمها حمامة، وكانت أمة مملوكة لبني جمح. لما بعث النبي محمد للدعوة إلى الإسلام كان سيدنا بلال رضي الله عنه من السابقين الأولين اللي دخلوا في الإسلام. آمن بالنبي الكريم وقت لما ما كانش فيه على وجه الأرض إلا عدد قليل جدا دخل الإسلام، وكانوا خديجة بنت خويلد، أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر وأم سمية، وصهيب الرومي، والمقداد بن الأسود. لكن يا ترى إيه هو الموقف اللي حصل بين سيدنا بلال بن رباح مع النبي محمد ودعوته للإسلام؟ بلال بن رباح رضي الله عنه أول من آمن من العبيد، وكان بيرعى غنم لواحد اسمه عبد الله بن جدعان. وفي يوم مر سيدنا بلال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتزل في الغار مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فناداه وطلب منه اللبن، فقال له إنه مش معاه غير عنزة واحدة، فطلب منه يجيبها. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم حلبها وشرب منها لحد ما ارتوى، وبعدين سقى أبي بكر وبلال رضي الله عنهما من الحليب. ولما النبي الكريم دعا سيدنا بلال بن رباح إلى الإسلام أسلم وآمن بالله ورسوله. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه كان من المستضعفين لأنه كان عبد مملوك، ووقت ما أعلن إسلامه أمام المشركين نال الحظ الأكبر من الأذى والعذاب، وعانى من قسوة قريش معاناة ما تعرضش ليها حد قبله من أذى المشركين. نكلت بيه قريش أشد التنكيل، وكان مولاه أمية بن خلف هو وجماعة من قريش أول لما الشمس تبقى في منتصف السماء وتشتد حرارة رمال مكة بياخدوا سيدنا بلال وكانوا بيجردوه من ملابسه، وكمان بيلبسوه بدلها درع من الحديد ويسهروه بحرارة الشمس المحرقة والرمال الملتهبة ويجلدوه بالسياط، وكمان كانوا بيجبروه على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات تانية كانوا بيربطوه بحبل من رقبته وبيمروا الأطفال الصغيرين إنهم يشدوه من الحبل ويلفوا بيه في أرض مكة. لكن سيدنا بلال رضي الله عنه هانت عليه نفسه في سبيل الله، وكان دايما بيقول كلماته الشهيرة أحد أحد. في مرة من المرات كان المشركين بيعذبوا سيدنا بلال بن رباح، وكان فيه صخرة كبيرة على صدره. في الوقت ده سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مر عليهم وشافهم وهم بيعذبوه، وقرر أن يشتريه من مولاه أمية بن خلف اللي فضل يرفع في سعره لحد ما اشتراه وأعتقه بتسع أواقي من الذهب. سيدنا بلال رضي الله عنه فرح جدا وبدأ عهد جديد، وانتقل من حياة العبودية لحياة الحرية، ودخل في صفوف المهاجرين وانضم للصحابة الكرام وهاجر للمدينة المنورة. طب يا ترى ايه هو دور سيدنا بلال بن رباح في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله؟ لما هاجر سيدنا بلال بن رباح الى يثرب نزل على واحد اسمه سعد بن خيثمة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اخى بينه وبين سيدنا ابي عبيدة بن الجراح. سيدنا بلال شهد مع رسول الله غزوة بدر، ويشاء القدر ان الغزوة دي يتقتل فيها مولاه السابق أمية بن خلف اللي كان بيعذبه مع المشركين. الصحابي الجليل بلال بن رباح شارك بجوار النبي في كل غزواته، وبسبب صوته العذب الجميل النبي صلى الله عليه وسلم اختار يكون المؤذن بتاعه، وكان أول واحد يرفع الأذان في تاريخ الإسلام، وكان واحد من ثلاث مؤذنين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي محذورة الجمحي وعمرو بن أم مكتوم، علشان لو غاب سيدنا بلال يؤذن أبو محذورة، وإذا غاب أبو محذورة يؤذن عمرو بن أم مكتوم. لكن يوم فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة النبي الكريم طهر الكعبة من الأوثان اللي كانت بداخلها واللي كانت حواليها في كل مكان، وأمر سيدنا بلال بن رباح أنه يعتلي سطح الكعبة ويأذن فوقها، وتم رفع نداء الحق لأول مرة على أرض مكة المكرمة. لكن يا ترى إيه حصل في حياة سيدنا بلال بن رباح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما توفي النبي الكريم سيدنا بلال بن رباح زعل جدا على فراقه، ورفض تماما أنه يأذن لأي حد بعد النبي محمد إلا مرة واحدة طلبوا منه الصحابة أنه يأذن، ولما وافق على طلبهم ورفع الأذان وصل عند قول أشهد أن محمدا رسول الله، ما قدرش يمنع نفسه من البكاء وانفطر قلبه على فراق رسولنا الكريم وما قدرش يكمل الأذان للآخر. وفي يوم راح سيدنا بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يطلب منه أنه يسمح له بالمشاركة في الفتحات الإسلامية، لكن سيدنا أبي بكر قال له أنشدك بالله يا بلال وحرمتي وحقي
فقد كبرت وضعفت واقترب أجلي. واضطر سيدنا بلال أنه يفضل معاه لحد وفاته. بعد وفاة سيدنا أبي بكر طلب بلال بن رباح من سيدنا عمر بن الخطاب أنه يسمح له يهاجر إلى الشام، فرفض. وبعد إصرار كبير من سيدنا بلال سمح له بالهجرة. ولما راح هناك كان معاه واحد اسمه أبو رويحة الخولاني، وراحوا هما الاثنين إلى بني خولان في مدينة دارية وقالوا لهم: إنا قد أتيناكم خاطبين، وقد كنا كافرين فهدانا الله، ومملوكين فأعتقنا الله، وفقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فلا حول ولا قوة إلا بالله. وبني خولان وافقوا وزوجوهم اثنين من فتياتهم. سيدنا بلال بن رباح توفي في دمشق في السنة 20 من الهجرة، دفن في مقبرة الباب الصغير. لكن في روايات تانية بتقول إنه توفى في قرية من قرى دمشق بالغوطة، وعند وفاته قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فزوجته قالت: واويلاه. فقال لها: وفرحاه. الصحابي الجليل بلال بن رباح كان من أكتر الصحابة منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المخلصين لله ورسوله. فكان الجزاء من الجنس العمل، اختاروا رب العالمين إنه يكون أول مسلم يرفع الأذان، وبشروا بالجنة على لسان النبي الكريم. وبكده النهاردة نكون خلصنا قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. في نهاية حلقتنا النهاردة ما تنسوش تعملونا لايك على الفيديو وتسيبولنا أراءكم في الكومنتات. يلا سلام.